الناس يعني الناس كانت دايما عندها فكرة النقص اللي احنا عندنا، يعني الحمد لله في كل مكان في اتنين وتلاتة، يمكن بس مركز الرأس حربة شوية هو اللي في نوع من التخوف، يعني بعد حتى كمان عدم تواجد سيف الجزيري، فالناس كانت قلقانة شوية. لا هو دايما فيه، بس يعني مش عايز اقول سوء حظ، بس هو يعني هو المفترض في الوقت اللي سيف الجزيري يبقى فيه في كاس العالم، فالمفترض ان سامسون يبقى فيه هو اللي بيلعب عشان يظهر، يبقى هو بياخد عدد المباريات اللي خليه يظهر، صحيح فبالتالي تبقى بتحضر الاثنين اللي عندك، عندك حد بيلعب بطريقه لعبه معينه زي سيف، وعندك واحد زي سامسون عنده طريقه لعبه مختلفه تماما. لكن الدروب اللي حصل في الاصابات والدروب اللي حصل في الاجازه اللي سامسون خدها، فرجع متاخر شويه، ف طبعا كان بعيد، ففاتوا ماتش المصري، وفاتوا يعني في الماتشين اللي فاتوا كان هو ما يقدرش يدخل جوه التشكيل بتاع الماتشين. لكن في الاخر احنا مش عايزين برضو ولا نحكم على اي لعيب في الفرقه، مش عايزين نغلط نفس الغلطه اللي اتعملت مع زكريا. صحيح احنا في الاخر كل اللعيبه محتاجة دعم، كل اللعيبة محتاجة صبر، كل اللعيبة محتاجة تجانس بينهم وبين بعض. يعني مصطفى شلبي محتاج 4 5 ماتشات عشان يعرف يلعب مع زيزو، يلعب مع فتوح، يلعب الناس دي بتلعب مع بعض بقالهم 4 5 سنين، في لعيبة جديدة جت عليهم، ان هو يحفظ اصلا تحركات زمايله، ان هو يعرف الفلسفة اللي الراجل بيلعب بيها، ان هو يبتدي يدخل في الاجواء دي، بتحتاج كل لعيب بيحتاج الوقت ده عشان يدخل. صحيح فعايزين بس نصبر على اللعيبه، هتشوف سامسون، وهتشوف يوسف حسن، وهتشوف مصطفى شلبي، وهتشوف الزناري، وهتشوف فتوح، هتشوف امام، هتشوف الناس دي كلها اللي هي فرقه الزمالك. مش عايزين احنا كابتن خالد، احنا الماتش بتاع النهارده ده الاسبوع الخامس صح؟ اعتقد صحيح ده الاسبوع صحيح، الخامس. الاسبوع الخامس ده الاسبوع الخامس احنا لسه كسبنا 3 ماتشات وتعادلنا ماتشين. بالظبط. لا وبغض النظر عن النقط اللي احنا بنفقدها، يعني في الاخر هي بطولة الدوري، هي انت تجميع نقاط تجميع نقاط، ففي الاخر احنا مش هنتكلم على اي حاجة من دلوقتي. السنة اللي فاتت احنا كنا بعيد خالص، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الدوري ونكسب الكاس. لكن انا بتكلم على فكرة بس الوقت، ان الناس تبقى عندها الثقافة بتاعت الوقت، ان كل حاجة محتاجة وقت عشان تبتدي تشوفها صحيح. وتتأقلم، اللعيبة تتأقلم تدخل جوه الفرقة. لكن مش من الاسبوع الخامس هنبتدي نقول محتاجين فيرود علشان ما عندناش غير فيرود واحد، ونبتدي بقى نجيب صحيح احباط لسامسون، ونجيب احباط ليوسف اسامه، واليوسف حسن، والحسام اشرف، والسيف الجزيري حتى. ف يعني واحده واحده كابتن هتبتدي إن تشوف شاء الله. افضل.